تابعين معكم من هوا المحبة، وبرحب فيكم عن جديد مشاهدي تشاريتي تي في ومستمعي إذاعة صوت المحبة. من هون بدي رحب كمان عبر اتصال بالموزع الموسيقي توني رزق الله. صباح الخير. بونجور ريتا، ميرسي على الاستضافة. أهلا وسهلا فيك معنا توني. خلينا ننطلق من مشروعك الجديد يلي هو بعنوان فوضى. خبرنا عن الفكرة، كيف بلشت، كيف انطلقتوا بتنفيذها، والهدف الأساسي منه. صح، أول شي ميرسي على الاستضافة، بونجور لإلك ولضيوفك. اسمحي لي بالأول أعرف عن حالي بجملة صغيرة. أنا اسمي توني رزق الله، من ضيعة اسمها علم الشعب بجنوب لبنان. عمري 16 سنة، دخلت مجال توزيع الموسيقى مش من زمان، نعم، من فترة قصيرة، وبلشت نزل موسيقتي. فوضى هي مشروع يعني نشغل عليه مش من فترة طويلة. يعني أنا كنت من 3 4 أيام صرت مخلصها لفوضى، كانت عم تنشغل قبل بجمعة يمكن. نعم، فوضى اجت الفكرة من كل شيء عم شوفه حوالي، انا من وضع الاقتصادي، من العلاقات مع الناس، كيف صرنا من بعيد لبعيد، والدليل انه انا هلا ماني معكم. يعني كل شيء عم بيصير حوالينا هو فوضى. فانا حضرتك اعلاميه اكيد، وبتعرفي انه الكتابه هي شيء بعبر عن شو بحس الانسان. فحضرتكم تكتبوا وانا بكتب موسيقى، فأنا شو بحس بكتب موسيقى وبسجلها. الأفكار ما بخليها تروح من بالي، كل شي بيطلع معي بسجله. فوضى، شفت حوالي كل شي فوضى. انفجار المرفأ أثر كتير أكيد. نعم، هلأ أبواب الشتاء وأوريدي بلشت تشت يعني، والناس يمكن ما عندها بيوت، ما عندها شي. الكورونا بعدت العالم عن بعضها، يعني كل شي فوضى، مدارس ما في. فهيك إجت الفكرة. كيف كانت ردود فعل الأشخاص اللي بتعرفهم واللي ما بتعرفهم يلي سمعوا هالموسيقى وفعلا حسوا إنه الفكرة وصلت لهم من خلالها؟ صح، يعني انا حسب ما شفت الناس اللي سمعوها، اللي هن مش كتار لحد هلا، لانه بحكم انه انا ماني مشهور هلا، بس الاصحاب والقرايب والناس اللي سمعوها كتير حبوا الفكره. نعم، وانا اصلا استشرت حدا من الاصحاب قبل ما انزلها، انه توني شو بدك تسميها؟ فانا قلت لهم فوضى. قال لي فوضى انه شيء كتير غامض. قلت له بالعكس، انت تطلع حواليك هيدا واقع، يعني بالعكس هو أكثر شيء واضح هو الفوضى، فمش غامض أبدا. نعم. ردود الفعل كانت إيجابية الحمد لله. توني مثل ما ذكرت بعمر 16 سنة اخترت المجال الموسيقي. من هون يعني حضرتك يمكن بمنطقة بعيدة عن بيروت، ولكن مع كل هالمآسي يلي مش بس عم بيعيشوها أهالي بيروت أو المحيطين بالعاصمة اللبنانية، إنما بكل لبنان في مآسي ومعاناة كتير كبيرة. قدي برأيك الموسيقى قدرت خففت من هالمأساة؟ يعني اكيد الموسيقى بتلعب دور كبير. نحن بنشوف الاشخاص، اذا حدا زعلان بيسمع موسيقى، اذا حدا مبسوط بيسمع موسيقى. نعم، يعني الموسيقى بتلعب دور كبير للانسان، على المناسبات، على الافراح، على الحزن، في موسيقى اكيد. بس يعني شفنا كثير فنانين نزلوا موسيقى وقت صح كارثة الانفجار صحيح، لبيروت ولمؤازرة الناس إذا بدك. يمكن أنا بعتبرها تفتيح جروح أكثر من ما أنه هي موسيقى، ولكن يعني هي بتعطي أمل شوي، بتعطي أمل للناس. نعم. كمان يلي بيتابعك عبر السوشيال ميديا توني، من فترة الفنانة شانتال بيتار كانت سجلت أغنية بعنوان بالحجر الصحي، ولكن قبل ما هي تكون عم تلحنها وتوزعها مع فريق العمل، انتو كأشخاص كمان قدرتوا تكونوا عم بتحطوا هالموسيقى الحلوة على هالكلمات يلي بتعبر كمان عن الواقع يلي عم نعيشه بظل تفشي فيروس كورونا. فمن هون كمان خبرنا شوي عن هالمبادرة يلي كمان انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي. صح، انا بنهار عادي كنت فاتح فيسبوك وانستا، فطلع لي، انا بتابع الفنان شونتال بيتار وانا ما بعرفها شخصيا، نعم، فشفت الفيديو هي وعم بتغني بس بلا موسيقى بلا شيء.
انه حطيت لايك وكثير عجبتني الفكره انه بالحجر الصحي، فكره كثير حلوه ولحن بعقد، وضليت مكمل. بعد شوي شفت رفيقي بدبي كمان حاطط رق عليها زيت ايقاع يعني، نعم فقلت انه ليش ما بزيد كيز، انا ليش ما بزيد شويه كورد. بدي اذكر بس انه هيدي الغنيه كثير 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 لقيت صدى وردود ايجابيه، هي من كلمات والحان الفنان ريان الهبر. نعم فنحن حبينا هيك نشتغل مثل توزيع كتير مصغر يعني آلتين بس، ونزلتها. مثل كفر بعدين يعني. ريان قامت الكفر صح، بعدين نعم الأستاذ ريان الهبر رجع وزع. نعم توني رزق الله، يعني بدي اتمنى لك كل التوفيق والنجاح بهالمجال. مثل ما ذكرت، يمكن أغنية يعني تكون هيك بتوصل بطريقة سريعة وبسيطة للعالم ايد بايد، قدرتوا تكونوا عم تعملوا شغل كتير حلو. هلا شوي رح نسمع من هالعمل، وبدي اشكرك اليوم، وبتمنى انه كمان فوضى تلاقي يعني اعجاب كتير من الاشخاص، خاصة انه فعلا نحن عم نعيش فوضى بكثير من المجالات، إن كان الوضع الإنساني، إن كان الوضع المعيشي، إن كان الوضع الاقتصادي والاجتماعي. فبس خلينا نذكر المشاهدين صحيح والمستمعين وين فيهم يكونوا عم يسمعوا فوضى. صحيح. أول شيء ميرسي على الكومبلمنت. ثاني شيء فوضى موجودة على كل الديجيتال بلاتفورمز والديجيتال ستورز، يعني أنغامي، يوتيوب، سبوتيفاي، أبل ميوزك، آي تيونز، ديزر، أمازون ميوزك، تقريبا يعني ثلاث أرباع الستورز موجودة عليهم فوضى. نعم خليني بس زيد شغلة، أنا بس حبيت ضوي على هالشغلة انه فوضى هي خلقت من عن جد فوضى، ما في شيء خيالي، كله واقع، كله عم نشوفه. وقد ما هي قد ما في فوضى هلا بواقعنا بمجتمعنا، طلعت موسيقى كتير منظمة. نعم فأنا بدي أقول إنه من الأشياء السلبية فينا نخلق أشياء إيجابية، وفينا نعطي أمل لهالناس. نعم الموزع الموسيقي توني رزق الله، شكرا كثير لك، ونحن اكيد رح نكون عم نتابع كل اعمالك الجديده وفوضى كمان. شكرا لكم، ميرسي على الاستضافة. اهلا وسهلا فيك. رح نكون لكن هلا مشاهدينا ومستمعينا بشكل سريع رح نكون عم نسمع بالحجر الصحي مع موسيقى لتوني رزق الله. عم تخطر عبالي بالحجر الصحي، يفطر لي تأكيد